على ما الشباب يتجمعوا شوية، نعرف ظروف المواصلات الصبح. هنراجع كده سريعا على الكلام اللي احنا قلناه امبارح، نفتكر تاني كده مع بعض. احنا امبارح اخدنا يعني حوالي ربع المحاضرة في الاول امبارح، فهمتكم ايه اهمية المعادلات اللينير ديفرنشال ايكويشن، وعرفنا بعض الابليكيشنز اللي ممكن نقابلها وخصوصا في الار ال سي سيركت والماس سبرينج سيستم. بعد كده امبارح لما اشتغلنا على اللينير ديفرنشال ايكويشن، اتفقنا ان احنا ان شاء الله في الشابتر ده اخدنا بس النوع بتاع اللينير اللي احنا اتكلمنا عليه في الشابتر الاولاني، وهنبدا نتكلم عليه برضو هنا لكن مع هاير اوردرز، مع سكند ديريفاتيف وانت طالع خلاص. وامبارح عرفنا مع بعض كده سريعا يعني ايه معادله ديفرنشال ايكويشن انها تكون لينير. اتفقنا بالبلدي كده ان معناها ان الواي والمشتقات بتاعتها او بشكل عام يكون معايا الديبندنت فاريبلز والديريفاتيفز بتاعته، سواء بقى الديبندنت اسمه واي اسمه يو اسمه زد وات ايفر ايا كان، يبقى هو والمشتقات بتاعته ما تكونش فيها اسس، ما عنديش اس 2 اس 3 اس ناقص 3 جذر، ما عنديش الكلام ده كله. وفي نفس الوقت تكون الكوفيشنتس اللي موجوده معايا المعاملات يا اما ثوابت او بالكثير داله في المتغير المستقل بتاعنا داله في الاكس بالنسبه لنا خلاص، لكن ما يكونش المعاملات عباره عن داله في الاكس. وامبارح عملنا مع بعض كده كلاسيفيكيشن بسيط على حسب طبيعه المعادله بتاعتنا. بدانا في البدايه قسمنا المعادله على حسب شكل المعاملات، وعرفنا ان في عندنا كم نوع، اثنين، يا اما المعاملات ثوابت، لا حسب المعاملات، يا اما كونستانت كوفيشنت يا اما فاريبل كوفيشنت. اتفقنا ان الكونستانت لما تكون كل المعاملات بلا استثناء ثوابت، بينما لو كان فاريبل كوفيشنت لو واحد بس منهم على الاقل بقى داله في الاكس يبقى المعادله كلها بقى اسمها ايه، فاريبل كوفيشنت. وبعد كده رجعنا قسمناها تاني بناء على الرايت هاند سايد، اللي انا فهمتكم ان الرايت هاند سايد يمثل بالنسبه للسيستم ايه، الانبوت بتاعه. لو انا تخيلت ان المعادله دي بتمثل بالنسبه لي معادله بتوصف سيستم، سواء كان دايره كهربيه سواء كان ماس سبرينج سيستم سواء كنترول سيستم ايا كان، الطرف اليمين بتاع المعادله بيمثل الانبوت بتاع السيستم. فلو كان السيستم ده شغال بدون انبوت، شغال على الكاركترستكس بتاعته بس، يبقى ده معناه ان المعادله بنسميها هوموجينيوس ايكويشن. بينما لو كان الطرف اليمين لا يساوي زيرو حتى لو كان بيساوي ثابت، يبقى ده معناه ان المعادله نون هوموجينيوس سوليوشن او نون هوموجينيوس ايكويشن. اتفقنا مع بعض امبارح ان الهوموجينيوس ايكويشن بيبقى ليها كم نوع من الحل، واحد بنسميه الكومبلمنتري سوليوشن او الهوموجينيوس سوليوشن، بينتج نتيجه البارامترز اللي موجوده جوه المعادله بتاعتنا او الستورد انرجي اللي موجوده جوه السيركت في بدايه التشغيل خلاص. وقلنا ان الحل بتاع الهوموجينيوس ايكويشن ده علشان اجيب شكل الكومبلمنتري سوليوشن بنكون معادله زي ما قلنا امبارح اسمها الكاركترستيك او الاوكسيلري ايكويشن. وكانت بتتكون ازاي؟ ببساطه بنستبدل كل واي من المعادله ويتحط مكانها ام، الاس بتاعها نفس رقم المشتقه اللي احنا شغالين عليه. لو معاك واي داش بنحط مكانها ام اس واحد، دبل داش ام تربيع، تريبل داش ام تكعيب. ولو معايا واي بس بحط كاني حطيت ام اس صفر يعني واحد خلاص. بتتكون معايا معادله بنسميها الكاركترستيك ايكويشن، دي معادله جبريه درجتها بنفس الاوردر بتاع المعادله. معاك معادله سكند يطلع لك معادله سكند ديجري، معادله ثيرد اوردر يطلع لي ثيرد ديجري وهكذا. نبدا نجيب الجذور بتاعه المعادله دي باي طريقه، باستخدام بقى السنسيتيف ديفيجن بتاعه اعدادي، باستخدام الكالكوليتر حسب شكل المعادله، باستخدام التحليل زي ما نعمل، وعلى حسب طبيعه الجذور اللي هتطلع معايا اللي هي مش هتخرج عن الحاله الثلاثه اللي قدامنا دول، بنطلع شكل الكومبلمنتري سوليوشن. عرفنا ان احنا عندنا ثلاث حالات كده نراجعهم سريعا. الحاله الاولى ان تكون الجذور اللي احنا بنطلعها جذور حقيقيه مختلفه ام 1 2 3، ساعتها بنقول ان الحل بتاعنا عباره عن دوال اي كلها، ثابت في اي زائد ثابت في اي زائد ثابت في اي لغايه لما نخلص الحلول اللي معانا، وناخد كل جذر من دول ونحطهم باي ترتيب، مش لازم بنفس الترتيب بتاعه، بس المهم كل واحده تاخد اس، الجذر الاولاني في اكس، الجذر الثاني في اكس، الجذر الثالث الرابع الخامس لغايه لما اخلص كل الجذور. لما تكون معايا جذور مركبه كومبلكس، سواء كومبلكس حقيقي وتخيلي او حتى تخيلي بس، الشكل العام بتاع الحل عباره عن جزئين اثنين، جزء بيشيل الاي وجزء ثاني عباره عن كوزين وساين، عباره عن اي في كوزين زائد ساين. الاي دائما وابدا شايله الاس بتاعها الجزء الحقيقي من الجذر، بينما الساين والكوزين شايله الجزء التخيلي من الجذر، وماليش دعوه بالاشاره لان احنا عارفين دايما ان الجذور مركبه دائما مترفقه.
دايما هيجي هو والكونجكت بتاعه. فانا باخد البي اللي موجود معايا بس، ماليش دعوه بالموجب والسالب. وزي ما اتفقنا وقلت لكم امبارح ملاحظه صغيره، ان شكل الحل اللي بيطلع معايا بتاع الكومبلكس يعتبر صوره جنرال للاثنين دول. لو انا اعتبرت ان البي بصفر هيديني الحاله الاولى، لو انا اعتبرت ان الاي بيساوي صفر هشتغل مع ان ايماجينري بس ويطلع الحل ساين وكوزاين بس. بينما لو كان معايا مركب يعني جزء حقيقي وجزء تخيلي، بيطلع الحل كوكتيل من الاثنين اللي هو اي كوزاين و اي ساين. الحاله الاخيره بقى ان يكون معايا جذور مكرره كي من المرات، مرتين او ثلاثه او اربعه وطالع، سواء بقى الجذور دي حقيقيه مكرره او مركبه مكرره. قلنا بنجيب الحل بتاعنا بقى في الاخر ازاي؟ بنكتب الحل عباره عن ضرب قوسين اتنين مع بعض. القوس الاولاني عباره عن حل جذر واحد، بنعتبر اذا كان حقيقي مكرر، لو كان حقيقي بس نكتب الحل بتاع الحقيقي اللي هو الاي، اذا كان مركب مكرر نكتب الحل بتاع المركب اللي هو اي كوزاين زائد ساين. وبعدين بنكتب قوس كده بالبلدي بنسميه القوس بتاع التكرار، عباره عن ايه؟ عباره عن معادله بولينوميال بتبدا من اول سي وبعد كده سي في اكس، سي في اكس تربيع اس 3 اس 4 اس 5، بحيث اوصل بدرجه المعادله اللي موجوده معايا الى درجه اقل من مرات التكرار بواحد. يعني لو معاك مكرر مرتين يبقى انا بكتب المعادله بتاعتي معادله درجه اولى سي 1 زائد سي 2 اكس، لو متكرر ثلاث مرات هكتب لغايه الدرجه الثانيه، لو مكرر اربع مرات يبقى لغايه اكس تكعيب، اربع خمس مرات لغايه اكس اس 4. ونكتب الاثنين دول مع بعض، سواء بقى وزعت الحل الاول على ده وجبتها على سور الحدود، سواء سبتهم زي ما هم كده، ده يعتبر الجنرال سوليوشن بتاع المعادله بتاعتي. وقلنا ملاحظه كده في الاخر، لو طلع ان الجذور اللي موجوده معاك في المساله كوكتيل بقى من الكلام ده، يعني شويه حقيقي مختلف وشويه مركب وشويه مكررين، بتجيب كل حاله لوحدها، حاله المختلف لوحده، حاله المركب لوحده، وحاله المكرر لوحده، وبنجمع كل الكلام ده بنظريه احنا عارفينها من السيركت اللي هي نظريه السوبر بوزيشن، باعتبار ان كل واحد منهم شغال لوحده بجيب الحل وبنجمع الاخر باشارات المساله. تعالوا كده نشوف بس مساله سريعه نراجع عليها على ما نتجمع. نعمل بقى ريفريش على الكلام بتاع امبارح علشان بقى نبدا ناخد منه ونكمل على الكلام الجديد بتاعنا النهارده ان شاء الله. بقول لك سولف ذا فولوينج ديفرنشال ايكويشن، مدي لك معادله، المعادله دي مكتوبه بصوره الاوبريتور اللي هو عباره عن الدي، وعرفنا امبارح ان الدي عباره عن ايه، الدي ده بيرمز للتفاضل والاس بتاع الدي لعدد مرات التفاضل. خلاص بيقول لي هنا دي ناقص 3 تربيع في دي تربيع ناقص 2 دي زائد 5 لكل تربيع في واي بيساوي 0. عايز اجيب المعادله اللي موجوده قدامي. طبعا تصنيف المعادله انا ما عنديش حاجه كتبناها بدلاله الاوبريتور الا واحنا شغالين مع شابتر 2، يبقى دي مسائل شابتر 2. المعادله اللي قدامي دي كل دي من دول جنبها معاملات ارقام، يبقى المعادله اللي قدامي دي بنسميها كونستانت كوفيشنت. الطرف اليمين بيساوي زيرو، يبقى المعادله بتاعتنا هوموجينيوس ايكويشن. افهم من كده ان المعادله دي ما لهاش الا حل واحد اسمه ايه؟ كومبلمنتري سوليوشن. تعالوا بقى نفتكر مع بعض زي ما عملنا امبارح ازاي بنجيب الكومبلمنتري سوليوشن. قلنا اول حاجه بنبدا نكون سوا مع بعض الكاركترستيك ايكويشن. اتفقنا امبارح لو المعادله جايه بدلاله التفاضلات انت بتشيل المشتقه اللي معاك وتحط مكانها ام، اس المشتقه او اس الام زي رقم المشتقه. بينما لو جايه المعادله بصوره الاوبريتور يبقى الكاركترستيك ايكويشن عباره عن ايه؟ هو نفسه الاوبريتور بس هنخلي الدي من اسمها ام، وبالتالي يبقى الكاركترستيك بتاعتنا هي ام ناقص 3 تربيع في ام تربيع ناقص 2 ام زائد 5 تربيع بيساوي 0. خلاص؟ معادلة عادية جدا. المعادلة اللي قدامي دي تفتكر من درجة كام؟ الدرجة كام دي؟ الدرجة السادسة. دي 4 ودي 2، يبقى الاثنين على بعض درجة السادسة، يعني معنى كده هطلع كام جذر في الآخر؟ 6 جذور. خلاص؟ طيب وده برضو معناه إن المعادلة اللي فوق من الأصل المعادلة الأوردر بتاعها كام؟ 6 ديجري 6 أوردر. خلاص؟ يعني هيوصل فيها المشتقة لغاية المشتقة رقم 6. لما نحب نجيب الجذور طبعا زي اي معادله بولينوميال القوسين دول مضروبين في بعض، وبالتالي يبقى انا عندي احتمالين، يا اما الام ناقص 3 تربيع هو اللي بيساوي صفر، يا اما ام تربيع ناقص 2 ام زائد 5 الكل تربيع بيساوي صفر.
طبعا القوس الخارجي اللي هو بتاع الاس اللي معايا ده معناه تكرار، كان القوس بتاعك ده معمول كم مره؟ مرتين. وبناء عليها لما نحب نجيب الجذور بتاعه دي تطلع الجذور كام؟ الغلطه اللي بتحصل معايا هنا ان حد هيقول لي ان الجذر هنا بتلاته، لا الجذر هنا تلاته وتلاته، لان باعتبار ده هو ام ناقص تلاته فيه ام ناقص تلاته فيديني جذرين، بس الجذرين دول زي بعض، ام بيساوي تلاته وام بيساوي تلاته، محدش طلع لي جذر واحد بس، لان دي تعتبر معادله من الدرجه الثانيه فلازم يطلع لها جذرين، بس بظروفها ان الجذرين دول زي بعض. طب بالنسبه لدي بقى برضو مبدئيا التربيع اللي معايا دي بتعمل ايه؟ تكرار. يعني معناها شوف انت هتجيب الجذور اللي جوه دي بكام وكررها كم مره؟ مرتين. ازاي نجيب الجذور بتاعت اللي جوه؟ اذا كانت تنفع بالتحليل بنعمل لها تحليل فاكتورايزيشن، اذا ما كانتش بتنفع باستخدام القانون او باستخدام الاله الحاسبه. افكرك كده بالقانون، الام اللي معايا بتساوي سالب ب زائد او ناقص جذر ب تربيع ناقص 4 في الاي اللي هي بواحد في السي اللي هي بخمسه على 2 الاي. طبعا دي كده 4 ناقص 20 بسالب 16 تخرج بره الجذر 4 اي، بالموجب والسالب يبقى دي المفروض 2 زائد او ناقص 4 اي على 2، وبالتالي يبقى الام اللي معايا تطلع بكام بقى؟ 1 زائد او ناقص 2 اي. ده لو انت جايب الجذر بتاع القوس بس، بس نتيجة التكرار اللي معايا يبقى الحل العام بتاع المسألة دي هو 1 زائد او ناقص 2 اي، وكمان مرة 1 زائد او ناقص 2 اي. الجزء الثاني ده جاي منين؟ ده جاي نتيجة التكرار اللي موجود معايا بتاع الاس. ولو كان ده أس 3 يبقى كنت هكتب 1 زائد 2 اي، 1 زائد 2 اي، و1 زائد 2 اي بالموجب والسالب. ماشي كده؟ في الآخر بقى دلوقتي لو أنت عديت الجذور اللي معاك بشكل عام بقوا كام؟ أدي 2 4 6 بنفس درجة المعادلة بنفس الأوردر بتاع المعادلة الأصلية. تمام؟ تعالوا بقى نجيب شكل الكومبلمنتري سوليوشن دلوقتي هيبقى عامل إزاي؟ اقول اذا في الحاله دي الواي سي اللي بدور عليه ونشتغل مع كل حاله لوحدها. هنلاحظ الاتي، النتيجه اللي هنا دي عباره عن جذور حقيقيه 3 يعني، لكن مكرره ومكرره مرتين، والقيم اللي موجوده معايا هنا هي برضو جذور مكرره لكن مركبه، واحنا قلنا سواء مركبه مكرره او حقيقيه مكرره طريقه ايجاد الحل بتاعها بيكون بالصوره دي. تعالوا كده نعمله مع بعض. لما اجي اقول الواي سي لما اشتغل على ام بيساوي 3 و3 زي ما قلنا بنجيب حل جذر واحد بس، يعني اتخيل لو الثلاثه بس اللي معايا شكل الحل عامل ازاي؟ هيطلع اي اس 3 اكس، تكتب جنبه ثابت او ما تكتبش براحتك. وبعد كده بنكتب من عندنا قوس للتكرار على حسب مرات التكرار اللي معايا، نركنها شوية زائد. بالنسبة لده لما أحب أكتب شكل الحل بتاعه هنكتبه برضو إزاي؟ هعتبر إن واحد منهم بس هو اللي موجود، نكتب الحل بتاعه وبعدين نبدأ ندور على التكرار. لو أنا تخيلت إن معايا 1 زائد أو ناقص 2 أي بس، على حسب الجدول اللي معايا العدد المركب الحل بتاعه اي كوزاين زائد ساين، وبناء عليها لو انا اعتبرت ان الجذر المركب بدون تكرار هو اللي موجود يبقى شكل الحل بتاعه كده اي اس 1 اكس في سي 1 كوزاين التخيلي اكس زائد سي 2 ساين التخيلي اكس. كل اللي قدامي ده يعتبر الحل بس بتاع 1 زائد او ناقص 2 اي، وبقوم بعد كده ضارب من عندي في قوس التكرار اللي بنكتبه كمعادله درجتها على حسب التكرار اللي موجود معايا. مفهوم كده؟ يبقى نتيجه وجود 3 و3 اعتبرت الثلاثه لوحدها فطلع الحل هو ده. وبالنسبه للتاني طلع معايا 1 زائد او ناقص 2 اي، جبت الحل بتاعه لوحده فطلع اي كوزاين زائد ساين، ده لوحده. نرجع بقى نفتكر ده مش ده الجذر بس، ده كل واحد من دول متكرر. طب بالنسبه للثلاثه متكرر كم مره؟
مرتين، يبقى هقوم كاتب قوس التكرار اللي بالاحمر ده معادله اقل من التكرار بواحد، يبقى ده معناه اكتب معادله من الدرجه الاولى. يبقى ده معناه اذا كان ده اي يبقى المعادله اللي هكتبها له هنا معادله من الدرجه الاولى سي 3 زائد سي 4 اكس، وتراعي ان الثوابت اللي انت بتكتبها يتغير القيم بتاعتها. مين بقى واحد مين اتنين مين تلاته؟ مش مشكله، عايز تسميهم اي بي سي دي اي اف زي ما انت عايز مش مشكله، اهم حاجه ان الثوابت تكون مختلفه عن بعض. طب بالنسبه للتانيه هلاقي ان واحد زائد او ناقص اتنين اي برضو متكرر كم مره؟ مرتين، وبناء عليها قوس التكرار هيبقى معادله بولينوميال من الدرجه الاولى، يبقى برضو هنا هكتب سي 5 زائد سي 6 اكس. يبقى قوس التكرار معايا، وخد بالك من حاجه، التكرار اللي هنا الثوابت بتاعته بخلاف التكرار اللي هنا ثوابت تانيه خالص. طب انت بتجيب الثوابت دي منين؟ لا بقى، ده انا لازم اكون ساعتها مدي لك مجموعه من الانيشيال كونديشنز اقدر اجيب منها قيم الثوابت دي كلها. تتخيل فرضا، ولو اني مش هعملها ما تقلقش، انت محتاج كام كونديشن عشان تجيب الثوابت دي؟ ست. الكونديشنز اللي انت بتحتاجها قد المجاهيل اللي موجوده في المعادله. هدي لك الواي عند الصفر بكام، والواي داش والدبل داش والتريبل داش لغايه الخمسه داش، وكل واحده من دول هتكون بيها مجموعه معادلات بدلاله السيهات دي كلها ويتحلوا مع بعض. طبعا الكلام ده خارج نطاق شغلنا، محدش يقل. ماشي، احنا بس بنطلع نتيجه بدلاله ايه؟ السيهات. طب عدلي كده انت مطلع كام حل؟ لو انا وزعت ما تبصلهاش كده، يبقى انا معايا ثابت في الاي ادي حل، ثابت في اكس في الاي ادي الحل الثاني، بعد كده اي كوزاين في ثابت الحل الثالث، اي كوزاين في اكس الحل الرابع، بعد كده اي ساين في ثابت ادي الحل الخامس، اي ساين في اكس ادي الحل السادس. زي ما قلت لكم عدد حدود الحلول اللي انت بتطلعها قد الجذور اللي انت جبتها قد الدرجه بتاعه الكاركترستيك قد الاوردر بتاع كلهم ايه؟ رصه واحده ورا بعض. مفهوم كده؟ دي كده بنسميها الكاركترستيك ايكويشن بتاعه المعادله الهوموجينيس اللي بنطلع منها بس مين؟ الواي سي. كل الشغل ده باعتبار ان احنا شغالين على مين؟ الهوموجينيس سولوشن. تعالوا بقى نشوف الكلام الجديد بتاعنا النهارده هنقول فيه ايه. بتاعنا النهارده، وده خد بالك هيلضم مع الكلام اللي انا اتكلمت عليه امبارح واللي انا بدات بيه تاني النهارده، عشان كده انا بدات بيه تاني عشان هحتاجه تاني. لما نيجي نشتغل خد بالك ان احنا لسه حتى الان تحت بند الكونستانت كوفيشنت، بس اخذنا السب تايتل بتاعه الاولاني او العنوان الفرع الاولاني بتاعه امبارح اللي هو الهوموجينيس، والنهارده بنكمل النون هوموجينيس ايكويشن. طيب النون هوموجينيس ايكويشن اتفقنا عليها امبارح ان الار اوف اكس فيها لا تساوي صفر، يعني الرايت هاند سايد بتاع المعادله لا يساوي الصفر. تمام، يعني السيستم بتاعك ليه انبوت او اكتر من انبوت كمان، يعني عندك بطاريه مشغله الدايره، عندك مصدر جهد، عندك مصدرين، عندك ثلاث مصادر، واحد جهد والثاني تيار، المهم ان الطرف اليمين بتاعك لا يساوي صفر. ساعتها بنقول ان الحل العام الواي جنرال سوليوشن بتاع المساله عباره عن مجموع حلين اثنين، واحد الكومبلمنتري سوليوشن العادي زائد واحد جديد اسمه بارتيكولار سوليوشن. بيقول لي ان الواي سي ده ساعتها هو نفس الواي سي بتاع المعادله بافتراض ان الطرف اليمين بيساوي صفر. بمعنى ايه؟ دلوقتي حضرتك لما هتيجي تشتغل مسالتك هتقول لي كده انا هقسم حل المساله لمرحلتين اتنين. المرحله الاولى هنحسب فيها الواي سي ازاي؟ هفترض من عندي ان الطرف اليمين بتاع المعادله بيساوي صفر، يعني المعادله، ونبدا نكون كاركترستيك ايكويشن ونجيب جذورها، وعلى حسب طبيعه الجذور بطلع المعادله. مثلا انا لو معايا معادله كده واي دبل داش زائد 4 واي تساوي اي اس ناقص 3 اكس، كده المعادله اللي معايا كونستانت كوفيشنت لكن نون هوموجينيس. فساعتها هتيجي تقسم الحل كده مره 4 واي كومبلمنتري سوليوشن او هوموجينيس سوليوشن، ومره تانية 4 واي بارتيكولار اللي انا ما اعرفش عباره عن ايه. ولما اجيب ده واجيب ده اقول في الاخر الواي جنرال سوليوشن هي مجموع الاثنين، اللي هي فكره السوبر بوزيشن. بجيب الحل الاولاني لوحده والحل الثاني لوحده وبعدين بنجمع الحلين. طب مش انت كنت بتجيب الكاركتر الواي سي ب
باعتبار ان المعادله هوموجينيس. طب هل المعادله هوموجينيس؟ فانا مفترض في الاول كان المعادله كانت هوموجينيس، بمعنى تخيل معايا كده ان اليمين بصفر، ساعتها يبقى الكاركترستيك ايكويشن بتاعتك عامله ازاي؟ ها، ام تربيع زائد بيساوي ايه بقى؟ وبتكمل الحل بتاعك عادي. هيطلع معاك الجذور بقى حقيقيه، تطلع مركبه، تطلع مكرره، يطلع شويه من دول على شويه من دول على شويه من دول زي ما يطلعوا، اطلعهم ويبقى هو ده مين؟ الواي سي. تمام، وتبقى دي اول مرحله معايا في الحل. يبدا بقى الكلام الجديد، مين بقى هو الواي بارتيكولر وبيجي ازاي؟ في طرق كتيره لايجاد البارتيكولر سوليوشن، لكن احنا هنا مش هندرس بس فيه غير طريقه واحده ان شاء الله، طريقه سهله ايجاد البارتيكولر سوليوشن. ده بقى بيجي ازاي؟ الطريقه اللي احنا هنستخدمها لايجاد البارتيكولر سوليوشن اسمها طريقه انفرس اوبريتور ميثود، طريقه الانفرس اوبريتور ميثود. عامله ازاي؟ الفكره كلها ان المعطيات بتاعه حضرتك معادله عاديه جدا، ممكن تكون مكتوبه كالاتي: فاي اوف دي مضروبه في الواي تساوي ار اوف اكس. ايه اللي انا كاتبه ده؟ يعني ايه فاي اوف دي؟ كل الحكايه ان جزء الاوبريتور اللي قدام الواي بسميه كله على بعضه معادله او داله اسمها فاي اوف دي. بمعنى ايه؟ فاكرين كده المساله اللي انا لسه كاتبها وخلصتها من شويه؟ انا كنت كاتب المساله كده: دي ناقص 3 تربيع في دي تربيع ناقص 2 دي زائد 5 الكل ايه؟ في واي بتساوي 0. كل اللي قدام الواي اللي مكتوب بدلاله الدي انا مسميه فاي اوف دي، بحيث يبقى الصوره المبسطه لكتابه المعادله هي فاي اوف دي اللي هو الاوبريتور نوتيشن بتاع المعادله مضروب في الواي بيساوي ار اوف اكس. خلاص كده؟ طيب الفكره دي بقى علشان اجيب البارتيكولر سوليوشن ده بيتجاب ازاي؟ قال لي طريقه الانفرس اوبريتور دي هي طريقه خاصه باشكال محدده ل ار اوف اكس، بمعنى الطريقه دي ما اقدرش استخدمها الا لو كان اليمين بتاع المعادله مجموعه معينه من الدوال، غير مجموعه الدوال دول ما ينفعش اشتغل عليها. طريقه سبيشال جدا، ما اقدرش اشتغل الا لو كان الطرف اليمين بتاع المعادله مجموعه معينه من الدوال، غير الدوال دي انا ما اقدرش اشتغل عليه. طب ولو ما كانوش دول هعمل ايه؟ هضطر اشتغل على طريقه غيرها هناخدها بعدين ان شاء الله اسمها طريقه الفاريشن، تعتبر طريقه تحل اي حاجه ايا كان الطرف اليمين لكنها اصعب، ولذلك انا مش هستخدمها الا لما الطريقه البسيطه اللي معايا دي تفشل. اقول تاني، يبقى الانفرس اوبريتور هي طريقه ايه؟ خاصه جدا باشكال محدده للار اوف اكس اللي هم مين بقى؟ قال الطريقة دي ما اقدرش استخدمها الا لو كانت الار اوف اكس احد الاشكال التالية: يا اما الطرف اليمين بتاع المعادلة اي اس بي اكس دالة اكسبوننشال، او الطرف اليمين بتاع المعادلة عبارة عن ساين كي اكس دالة ساين، او دالة كوزاين، او كلاهما معا ساين وكوزاين مع بعض، او بولينوميال اوف اكس معادله بولينوميال من الدرجه الاولى من الدرجه الثانيه من الدرجه الثالثه وانت طالع، بس معادله بولينوميال يعني الاسس ارقام صحيحه موجبه. يبقى اي ساين او كوزاين وكذلك بولينوميال، وبعدين زود عليها اي في ساين او كوزاين. هي دي الحالات اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله، يا اما الاي لوحدها ساين وكوزاين لوحدهم، او البولينوميال لوحدها، او اخد الاي في الساين او الاي في الكوزاين. ما هو الساين زي الكوزاين بالظبط،
يبقى إيه في ساين أو الإيه في إيه في الكوزاين. غير كده ما أقدرش أستخدم فيها طريقة إيه الإنفرس أوبريت. تمام؟ في بعض الحالات الخاصة لما نيجي ليها لوقتها هنزودهم على دول، هكتبهم لك كده بالأزرق. وكل الحالات اللي هكتبهم بالأزرق دول حالات خاصة للطرف اليمين أصلهم دول. إزاي؟ زود على دول شاين بي إكس. عارف ليه؟ لأن من إعدادي الشاين دي كانت بتساوي إي ناقص إي على 2، يبقى أصل الشاين هي مين؟ الإي. ويبقى مين اللي زيها؟ كوشاين. يبقى ساعتها على الرغم من إن الشاين والكوشاين مش زي الأربع أشكال دول، فأنا هرجعهم لصورة الإي وخلي دول يبقوا عاملين زي الإي. زود على دول كمان ساين تربيع وكوزاين تربيع. هتقول لي ليه؟ اقول لك اصل الساين تربيع دي لما تفكها بالقوانين المثلثيه التريجونومتريك ايدنتيتيز هتلاقي ان الساين تربيع دي عباره عن نص ناقص نص كوزاين 2 كي اكس. ممكن اعتبر النص دي كانها اي بس اي والصفر، وساعتها اعتبر ان الساين الثانيه اللي جنبها او الكوزاين الثانيه اللي جنبها زي دوال الكوزاين. نفس الكلام بالنسبه للكوزاين تربيع. بس لما نيجي لوقتها المهم ان الخلاصه ان الطريقه دي شغاله اساسا على اي ساين وكوزاين وبولينوميال، او تدمج اتنين مع بعض اي مع ساين اي مع كوزاين، وشويه الدوال اللي يرجع اصلهم للدوال دي اللي هم مين؟ الشاين والكوشاين اللي اصلهم ايه ساين تربيع وكوزاين تربيع، اللي هي بالدوال المثلثيه ترجع لكوزاين ضعف الزاويه سواء بالموجب سواء بالسالب. ماشي كده؟ طب يبقى انا كده عرفت الاول بس في البدايه كده بالتعارف بسيط ان الانفرس اوبريتور لن يتم التعامل معاها الا باستخدام لما يكون الطرف اليمين بس احدى الحالات اللي موجوده عندنا دلوقتي. طب بنشتغل بقى معاها ازاي؟ تعال نشوف مع بعض الطريقه. هنقسمهم كده مع بعض الى مجموعه من الحالات اهو. الحاله رقم واحد كيس 1، اذا كان الار اوف اكس يساوي اي اس بي اكس. الحاله الاولى اذا كان الطرف اليمين اللي موجود معايا اسمه ار اي اس بي اكس، اي اس 3 اكس، اي اس 5 اكس، اي اس 10 اكس، ايا كان. لما حضرتك تحب تجيب البارتيكولر سوليوشن بتاعه هتجيبه ازاي؟ ببساطه شديده جدا هتقول لي كده ان الواي بارتيكولر يساوي 1 على الفاي اوف دي، 1 على الاوبريتور بتاع المعادله. علشان كده الطريقه اتسمت انفرس اوبريتور، اخدت الداله بتاعه الاوبريتور وعكستها كتبتها 1 على الاوبريتور، فعشان كده تسمى الاسم بتاعها انفرس اوبريتور. مضروبه في اي اس بي اكس، ده الشكل بتاعه. طب واطلع الحل نفسه ازاي؟ قال لك بمنتهى البساطه شيل كل دي من المقام وحط مكانها البي اللي هو معامل الاي. مش فاهم يعني ببساطه. شايف المعادله دي كده؟ صح كده؟ الكومبلمنتري انا عارفه عادي. طب لما تحب تجيب الواي بارتيكولر اهو، هقول يبقى الواي بارتيكولر بيساوي 1 على الاوبريتور بتاع المساله في الطرف اليمين اي اس ناقص 3 اكس. هو الاوبريتور بتاع المساله، والله لو كان جاي جاهز انا بكتبه. طب ولو ما كانش انا بستنتجه منين؟ حد يعرف يجيبه؟ مش احنا كنا بنقول الكاركترستيك هي الاوبريتور بس الام اتبدلت مكان الدي؟ طب ولو انت معاك الكاركترستيك وعايز تجيب الاوبريتور اكتب الكاركترستيك ورجع الام مره ثانيه للدي، وبناء عليها يبقى الفايل اللي انت بتدور عليها اللي هي في المقام هي هياها الكاركترستيك اللي موجوده معاك بس رجع الام مره ثانيه. يبقى هكتب كده دي تربيع زائد كام؟ زائد 4. ادي كده شكل البارتيكولر سوليوشن بتاعي، لكن لسه ظاهر معاه مين؟
كل اللي مطلوب من سعادتك حاجة بسيطة، شيل كل دي من اللي موجودة في المقام وحط مكانها معامل الأس. هو الأس بتاع الإي المعامل بتاعه بكام؟ يبقى شيل كل دي وحط مكانها، عوض بقى كده، يبقى ناقص 3 تربيع بتسعة، 9 و4 13، يبقى البارتيكولر بتاعك 1 على 13 إي أس ناقص 3 إكس وشكرا. أدي الحل. يبقى أنا تاني عملت إيه؟ رحت ماسك الكاركترستيك إكويشن أو استنتجت الأوبريتور بأي طريقة وكتبته مقلوب واحد على نفسه مضروب في الإي. طب نخلص من الديهات اللي موجودة معايا دي إزاي؟ هي الفكرة اللي بتفرق معايا من حالة للتانية للتالتة للرابعة، أنا بتعامل مع الأوبريتور إزاي؟ في حالة الإي الموضوع سيمبل جدا، شيل كل دي من المقام وحط مكانها الأس اللي موجود معايا، بس مع ملاحظة بسيطة خالص قد كده، بشرط ان الفاي عند القيمة اللي انت بتعوض عنها لا تساوي صفر. خد بالك انا كاتب دي فاي اوف بي، بمعنى دي معناها ايه؟ معناها ان الفاي اللي موجودة معاك لما تشيل الدي اللي جواها وتحط الاس بتاعك، اهم حاجة ان الناتج بتاعك لا يساوي. حد عارف ليه؟ اصل دي دلوقتي موجودة فين؟ في المقام. ولو المقام ده بقى بيساوي صفر يبقى واحد على صفر قيمة غير معرفة، ما ينفعش. طب هل معنى كده المسألة ملاش حل؟ لا ليها، بس هيتعامل معها بطريقة تانية. خلاص؟ يبقى الطريقة السيمبل بالنسبة لي ان لابد ان المقام بتاعي لا يساوي ايه؟ لا يساوي صفر. تعالوا بقى نجيب كده مسألة حلوة من الأول نشوف هنتعامل معاها ازاي. ف واي تساوي 3 اي اس 2 اكس. تعالى بقى لم لك المنهج من الاول خالص لغايه دلوقتي عشان تميز، لان شابتر 1 و 2 الاثنين اوردينري ديفرنشال ايكويشن، صح كده؟ اول حاجه لما تبص على المساله في الامتحان اعرف الاول انت شغال انا شابتر، علشان هل اشتغل بالست طرق سيباريشن هوموجينيوس لينير برنولي والكلام ده، ولا هنشتغل بطريقه الكومبلمنتري سوليوشن والبارتيكولار سوليوشن. يبقى اول حاجه هتبص عليها الاوردر بتاع المعادله. هنا المعادله بتاعتي واحنا لغينا اي حاجه اعلى من الفيرست اوردر بشابتر 1، يبقى ده معناه انها مش 1 دي تبقى ايه؟ شابتر 2. تبدا المرحله اللي وراها هي المعادله اللي قدامك، كونستانت كوفيشنت اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، ولا فاريبل بتاع اللي هنشتغل فيه في اخر الشابتر. دي كونستانت اهو، ماليش دعوه بدي، انا بتكلم على الكونستانت معاملات الواي ومشتقاتها اللي هي 1 4 3. يبقى المعادله اللي قدامي كونستانت كوفيشنت. يليها المرحلة الثانية من الكلاسيفيكيشن، المعادلة اللي قدامي هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس؟ المعادلة اللي قدامي دي ايه؟ يبقى معنى كده ان انا فهمت ان شكل الحل بتاعي عبارة عن جزئين اتنين كومبلمنتري. و يليها المرحلة الثالثة، الكومبلمنتري كده كده مش هيفرق معايا، لكن اللي يفرق معايا البارتيكولر. البارتيكولر اللي معايا ده هل الطرف اليمين احدى الحالات الخاصة بطريقة الانفرس ولا لا؟ اللي هي مين؟ فهمت انا بمشي ازاي؟ اقول السيكونس تاني. اول حاجة هنختار الشابتر بتاعنا حسب الاوردر اللي معايا، فيرست يبقى انت شغال شابتر 1، هاير اوردر يبقى انت شغال شابتر 2. بعد كده المعادلة كونستانت ولا فاريبل؟ كونستانت. المرحلة اللي وراها هوموجينيوس ولا نان؟ وغالبا هنشتغل على النان هوموجينيوس عشان بتجمع الاثنين. خلاص الهوموجينيوس دي سهله قوي، يبقى المعادله اللي قدامي دي نان هوموجينيوس. الكومبلمنتري سوليوشن مفيش فيه ادنى مشكله، عادي جدا، انا كده كده هعتبر الطرف اليمين من عندي بصفر. طب بالنسبه بقى للبارتيكولر سوليوشن، البارتيكولر ده نفسه بيجي بطريقتين، يا اما طريقه الانفرس اللي بنتكلم عليها النهارده، يا اما طريقه غيرها عامه بس تبقى اصعب شويه، محتاجه بقى طريقه كرامر وبصفات وكده، اسمها فاريشن اوف بارامترز. دي بنشتغل عليها امتى؟ عشان دي الاسهل، لما يكون الطرف اليمين احدى الحالات اللي قدامي. هل اليمين بتاع المعادله حاله من الحالات اللي قدامي؟ يبقى ده معناها ان انا اقدر اجيب البارتيكولر باستخدام بس توكل بقى على الله. كده انا ميزت المساله كلها، ان انا شغال شابتر 2 وعندي واي سي وعندي واي بي، والواي بي لما هجيبها هجيبها بطريقه الانفرس اوبريتور. نقسم بقى مساله ازاي عشان التنظيم. اهو عندي حلين اتنين، هقول كده فور كومبلمنتري سوليوشن ومره تانيه فور بارتيكولار سوليوشن،
ولما نخلص الاثنين هقوم مجمع في الاخر يبقى الواي جنرال سوليوشن عباره عن واي سي زائد بس. ادي كده تكنيك الحل بتاعنا خلاص. طيب الكومبلمنتري سوليوشن بتاعنا زي ما قلنا بنعمله ازاي؟ واحد، اعتبر الطرف اليمين كانه مش موجود وابدا اكون الكاركترستيك ايكويشن بالطريقه المعتاده. واي دبل داش يتحط مكانها ام تربيع، 4 واي داش يتحط مكانها 4 ام، زائد 3 واي يتحط مكانها بيساوي 0. معادله سيمبل جدا دي بالتحليل، ام زائد 3 في ام زائد الواحد، فيطلع معايا ان الام بتساوي سالب 1 و سالب 3. جميل جدا كده الحل اللي معايا حسب الجدول انهي حاله من الحالات الرئيسيه للهوموجينيا سوليوشن؟ الحاله الاولى، وبناء عليه يبقى المفروض ان الواي سي بتاعي عباره عن حلين، سي 1 اي زائد سي 2 اي، وناخد الارقام اللي معايا باي ترتيب كل واحده في حد، يبقى ناقص اكس وناقص اهو. صعبه الجزئيه دي؟ اظن سهل قوي خلاص، زي ما احنا اتعاملنا معاها في المحاضره بتاعت امبارح وبدايه النهارده. الكلام الجديد بقى بالنسبه للبارتيكولار سوليوشن، بما ان الطرف اليمين 3 اي اس 2 اكس، يبقى هيتم استخدام طريقه الانفرس، واقول كده ان الواي بارتيكولار بيساوي 1 على الاوبريتور بتاع المساله مضروب في الطرف اليمين بتاعنا 3 اي اس 2 اكس. خلاص، الاوبريتور بتاع المعادله اخباره ايه؟ هل المساله اصلا مكتوبه اوبريتور؟ لا، يبقى انا مضطر استنتجها. طب هل انا مضطر اروح استنتجها من اول وجديد؟ يعني اكتب المعادله اوبريتور شرعي؟ لا، طالما انا كتبت الكاركترستيك وبالتاكيد هنكون كاتبينه قبل كده، يبقى الاوبريتور اللي موجود معايا هو الكاركترستيك بس بدلاله بس. يبقى انت حضرتك بتكتب المعادله دي بدلاله الدي امتى؟ مرتين، يا اما وانت بتكتب المعادله التفاضليه نفسها، يا اما وانت بتكتب المعادله بتاعت الواي بي او الحل بتاع الواي بي. لكن بنكتبها بدلاله الام امتى؟ وانت بتجيب، اتفقنا؟ يبقى ما اكتبهاش ام الا وانا بجيب الواي سي بس، لكن تتكتب كلها بدلاله الدي، سواء انت بتكتب المعادله ذات نفسها او انت بتكتب البارتيكولار سوليوشن بتاعك. اكتب بقى دي بس، رجعها لي دي تاني، يبقى اسمها دي تربيع ها زائد 4 دي زائد كام؟ زائد 3. ماشي كده؟ طيب ايه اللي هعمله بقى مع الحاله دي؟ الكيس الاولى عندي بتقول ان شيل كل دي من المقام اللي معاك وحط مكانها المعامل بتاع الاي اللي هو موجود في الاس، بس تطمن قبل ما تعمل الكلام ده ان المقام لا يساوي. تعال نشوف القيمة اللي موجودة معايا، ماليش دعوة بده، ده ثابت هيطلع بره عادي، الشغل كله مع الاي. معامل الاس في الاي بكام؟ يبقى معنى كده شيل كل دي وحط مكانها 2. اضرب بعينيك كده الاول، لو حطيت الدي ب 2 يبقى 4 زائد 8 زائد 3، يبقى 5 و 8 كام؟ 13. تمام، مفيش مشكلة. يبقى النتيجة كلها ان الواي بارتيكولار بتاعي، اوعى تنسى الثلاثة، الثلاثة الزيادة من البسط، والمقام بتاعي عند النقطة دي يطلع قيمته كام؟ 15؟ احنا قلنا يطلع ايه؟ 5 9 اسف، 9 و 8 17. قلنا ايه؟ 7 و 8 معلش معلش. 3 على 15 اي اس كام؟ اس 2 اكس. خلاص؟ كده أنت جبت مين؟ الواي بارتيكولر بتاعك، ومعاك قبل كده الواي سي، اجمع الحلين دول على بعض، يبقى ده كده يعتبر الحل النهائي بتاع ايه؟ بتاع المساله بتاعتك. اظن سهل قوي خلاص، دي كل الحكايه، بس بشرط ان المقام بتاعك لا يساوي صفر. طب هو لو المقام طلع بيساوي صفر هيحصل ايه؟ هقول، بس خليها دي دلوقتي. ماشي؟ طيب هنعمل الجنب ده لوحده مساله، ونعمل الجنب ده لوحده مساله. ده مش كويز، انا برضو عايز الاسرع. هلم من كل جنب 20 وهطلع من هنا 10 وهطلع من هنا 10. خلاص؟
ده المسألة اللي هتبقى هنا بتاعت جنب الرجال جنب الناحية دي خلاص، وده بتاع الجنب التاني. شوف دي مسألة تبدو انها ماشية عادي خالص، عايز احل معادلة سكند اوردر عادية خالص، واي دبل داش ناقص 2 واي داش زائد واي تساوي ايه اس اكس، وانا ماشي في امان الله زي المسألة عادي اللي فاتت، رحت اجيب الواي سي هلاقيها مسألة عادية جدا، ام تربيع ناقص 2 ام زائد 1 بيساوي صفر. اللي قدامي دي بالتحليل هتلاقي انها عبارة عن ام ناقص واحد في ام ناقص واحد، مش كده؟ وبناء عليها تطلع الام في الحالة دي بتساوي، جميل جدا، يعني الجذور اللي طالعة معايا هي عبارة عن جذور حقيقية مكررة كم مرة؟ مرتين. ماشي، لغاية دلوقتي كل الكلام بتاع الواي سي مالوش علاقة اطلاقا بشكل الطرف اليمين ولا طبيعته ايا كان. يبقى لما احب اجيب دلوقتي الواي سي الكومبلمنتري سوليوشن بتاعي هيطلع عبارة عن ايه؟ ركز معايا لو سمحت، هجيب حل باعتبار ان الواحد موجود يطلع اي اس اكس في، ونضرب من عندنا في قوس التكرار بدرجة اقل من التكرار بواحد، بما ان التكرار مرتين يبقى هكتب معادلة من، يبقى انا معايا سي واحد زائد، اللي هو نقدر نقول دلوقتي ان الحل بتاعنا هو سي واحد اي زائد سي اتنين اكس في ايه؟ في الاي. عايز تكتبه كده على الصورة الكومباكت بتاعتنا، عايز تكتبه على الاكسباندد فورم مفيش مشكلة، دي صح ودي صح. طيب تعال بقى للجديد، عايز اجيب الواي بارتيكولر فهقول فور واي بارتيكولر وانا ماشي ومش مدي اخوانا، هاجي اكتبها فهقول كده ان الواي بارتيكولر بما ان الطرف اليمين احدى الحالات السبيشال بتاعه الانفرس اوبريتور هحلها باستخدام الانفرس، يعني هقول واحد على الاوبريتور اللي هو فين الاوبريتور اللي هو الكاركترستيك، يبقى دي تربيع ناقص 2 دي زائد الواحد، ونحط جنب منها اي اس اكس. حلو، هو القانون بيقول ايه؟ ان انا هشيل كل دي واحط ايه؟ اقوم جاي دلوقتي على المسألة بتاعتي وشايل من المقام الدي واحط مكانها واحد، الاقي النتيجة واحد ناقص اتنين زائد واحد بصفر. هنا بقى ما ينفعش التعويض، الحل ايه؟ قال لي لما تلاقي ان المقام ساعتها بيساوي صفر، هنا المقام بيساوي صفر، الحل ايه؟ قال لك حضرتك هتعمل حركتين اتنين اللي هما واحد اضرب البسط بتاع كسر الاوبريتور من عندك في اكس في اكس، والمقام بتاعك اعمل له عملية تفاضل عادية جدا. تاني علشان تتخلص من موضوع المقام اللي بيساوي صفر هنعمل حركتين اتنين، الحركة الاولى ان انا هضرب الحل بتاعي من فوق في اكس وهعمل للمقام بتاعي تفاضل عادي جدا كانها مساله بولينوميال، وبعد كده ارجع اشتغل تاني من اول وجديد وعوض كمان مره عن الدي بكام؟ بواحد، والله سلكت معاك وادت لك رقم خير وبركه، ما سلكتش هعمل تاني؟ اقوم اضرب كمان مره في اكس وماسك المقام تاني، والمقام الجديد اللي يطلع اعمل له ايه؟ اعوض فيه تاني، سلكت خلصت معاك المساله، ما سلكتش يبقى هرجع اعمل تفاضل كم مره. الخلاصه
كل ما تقابل ان المقام بتاعك بصفر تعمل ايه؟ تضرب فوق في اكس وتحت بنعمل عمليه تفاضل. يبقى في وجود المقام بصفر نضرب البسط في اكس ونفاضل المقام. كل حركه هتعملها فيها المقام بصفر يحصل كده. وخد بالك دي قاعده عامه، اي مساله بعد كده ان شاء الله هتقابلك يدي لك فيها الاوبريتور بزيرو او المقام معاك بزيرو، يبقى ساعتها بتعمل نفس الكلام، بنضرب البسط في اكس والمقام في ايه او نفاضل المقام، وبناء عليه يبقى شكل البارتيكولر الجديد بتاعنا دلوقتي مثال الواحد هقوم اضربها في اكس ومعايا هنا اي اس اكس، ونبدا نفاضل المقام بتاعنا من عندي. تفاضل الدي تربيع، ها 2 دي حلو. طب تفاضل السالب 2 دي، طب وتفاضل الواحد بصفر. ده شكل الجديد بتاع المساله. وارجع كمان مره احط الدي بيساوي المعامل اللي هو واحد، ايه اللي هيحصل؟ افاجئ كمان مره ان المقام تاني بصفر. اقوم اعمل ايه تاني؟ يبقى هنا كمان مره المقام بيساوي صفر. يبقى تاني هتمسك المساله بتاعتك اضرب فوق في اكس، يبقى الاكس دي تبقى كام؟ اكس تربيع. ونمسك المقام بتاعنا ونعمل له عمليه تفاضل فيديني اي اس اكس. والله لو اتبقى معاك بعد التفاضل اوبريتور ارجع اشتغل عليه من اول وجديد وحط مكان كل دي واحد. لو جت زي المساله الجميله دي ولما جيت تفاضل الاوبريتور خلص بالنسبه لي، اصبح الشكل العام اللي قدامي ده هو مين؟ البارتيكولار سوليوشن. يبقى خلاصه الكلام انت بتتعامل ازاي مع وجود التكرار بتاع المساله؟ اقوم ضارب في اكس ومفاضل المقام ويطلع لي اوبريتور جديد ونشتغل عليه. سلكت كنبه طلعت تاني معايا بصفر، هقوم ضارب كمان مره في اكس وتاني مفاضل المقام. لو المقام بتاعي بعد عدد مرات التفاضل انتهى، ما عادش باقي لي حاجه غير ثوابت، فانا ما عنديش دي اعوض عنها، يبقى اصبح النتيجه النهائيه بتاعت البارتيكولر هي نص اكس تربيع في مين؟ في الاي. السؤال المهم بقى، حد يعرف يميز المساله ممكن يطلع فيها المقام بصفر ولا لا؟ ولا هي وظروفها؟ الاول يبقى ليه يعرف يرفع ايده؟ حد يعرف؟ قول. لا صح كده. دي تحصل امتى؟ لما الاقي ان المعامل بتاع الاي، او بشكل ابسط لما تلاقي الطرف اليمين بتاع المعادله ظهر لك قبل كده في الواي سي. اهو اي اس اكس ظهر معايا اي اس اكس بغض النظر عن المعامل اللي بره، بس الاي نفسها بنفس الاس بتاع الاي، هو نفس الاس بتاع الاي. يبقى انت من قبل ما تكمل المساله انا متاكد 1,000,000% ان المساله بتاعتي هيحصل فيها ان المقام بصفر. طب تعرف هيطلع معاك المقام كم مره بصفر ولا برضو بظروفها؟ عدد مرات التكرار بتاعه المساله. لو القيمه بتاعه الاي في الواي سي ظهرت لك مرتين، يبقى المقام هيطلع معاك كم مره بصفر؟ مرتين. نقول تاني، يبقى انت ازاي بمجرد النظر تعرف ان المساله اللي موجوده معاك هيحصل فيها من الاساس ان المقام بصفر؟ لو الطرف اليمين بتاع المعادله كان ظاهر قبل كده في الواي سي، يعني لو لقيت اي اس اكس اي اس اكس اي اس 3 اكس اي اس 3 اكس ساين اكس ساين اكس بنفس الاس اللي موجود معاك، لكن ماليش دعوه بالسي اللي بره او المعامل بتاع الاي اللي بره. طب عدد مرات ظهور الصفر قد عدد مرات ظهور الاي او الحل بتاعنا في المساله. لو الاي ظهرت معايا في الواي سي مره واحده فكان هيظهر معايا المقام بيساوي صفر مره واحده، لكن الاي ظهرت معايا هنا كم مره؟ نتيجه ان الجذر بتاعي اتكرر مرتين، وبناء عليها يبقى المقام يطلع بصفر كم مره؟ مرتين. السؤال بقى النهائي، انت عارف ليه؟
ليه انت بتضرب في اكس وليه بيطلع معاك التكرار مرتين؟ علشان المفروض ان الحل اللي انت هتطلعه في البارتيكولر ما يطلعش زي ده، وعلشان ما يطلعش بتعمل حاجه شبيهه بالقوس بتاع التكرار اللي هنا. هو انت لما طلع معاك الواحد واحد ظهر مرتين، هل انت جيت قلت لي ان الحل اي اس اكس زائد اي اس اكس، ولا انت غيرته بقى مره اي ومره اكس في الاي، مره اي ومره، عشان يبقى الحل ده غير الحل ده. وبنفس الفكره بما ان دي اي وبعدين اكس في الاي، يبقى لو ظهر الثاني بقى عليها الدور اكس تربيع في الاي. الفرق ان السيهات اللي معاك هنا انت مش عارف قيمتها بكام، بينما الثابت اللي هنا انت عارف قيمته بكام، بنص. خلاص، يبقى خلاصه الكلام ده كله في وجود المقام معاك بصفر. بالمناسبه حتى لو انت مش قادر تميزها من الاول، هي الوحده تطلع بصفر، يعني ما تقلقش منها خالص. هي لو بصفر هتمشي معاك بصفر، مش بصفر هتبقى مساله ماشيه معاك عادي جدا، ما تقلقش خالص. لكن انا بقول لك عشان تبقى عندك انديكيشن وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، دي ظهرت قبل كده هيظهر معاك اصفار، وظهرت مره يبقى الصفر مره واحده، ظهرت اكتر من مره يبقى هيظهر معاك بنفس العدد اللي ظهرت فيه في الواي سي. ماشي؟ نعم. بص، في حاجه شرح كده نظري في بدايه الشابتر انا لغيته علشان بس بحبش اتكلم في النظري كتير. فكره الحلول انك انت بتجيب ده لازم يكون الحلول اللي معاك حاجه اسمها لينير اندبندنس، بمعنى ان القيم او الحلول اللي انت بتجيبها لا تعتمد على بعض، ما اقدرش اجيب واحد من الثاني بالضرب في ثابت. فعلشان ده يطلع الحل اللي معاك ده بخلاف ده، يعني ده لو طلع اي بس هيبقى الاي والاي اللي هنا زي بعض مع اختلاف الثابت اللي معاك. لكن لازم عشان يكون الحل ده مظبوط للمساله لازم اغيره، ولما جينا اثبتناها ان التغيير ده عشان يحصل لازم بالضرب في ايه؟ في اكس. طب ولو القرار الثاني يبقى هيظهر معاك بدل الاكس تربيع، ولو القرار الثالث تكعيب اس 4 اس 5. خلاص؟ فلازم يكون شكل التكرار اللي موجود معاك الحل البديل بتاعه هو ده. مفهوم كده؟ ده علشان يبقى الحلول اللي معاك حاجه اسمها لينير اندبندنت، لا تعتمد على بعضها البعض. فده ازاي؟ بضرب كل معادله حسب مرات التكرار. لو كانت ظاهره مره واحده تبقى سي 1، مرتين يبقى سي 1 وسي 2 اكس، بعد كده ثلاث مرات يبقى لغايه التربيع، لغايه التكعيب، لغايه اس 4، حسب عدد مرات التكرار اللي موجوده معاك. حالتنا الثانيه النهارده والاخيره اللي هي حاله وجود الساين او الكوزاين او كلاهما معا. يعني لو الساين والكوزاين الاثنين مع بعض، بس لو ظهروا الاثنين مع بعض يكون هما الاثنين بنفس الزاويه، ساعتها بعتبر الاثنين كانهم حاجه واحده. لكن لو دي بزاويه ودي بزاويه يبقى دي مساله ودي مساله. ما علينا، الاول خلي ان الطرف اليمين عباره عن ساين او كوزاين. القاعده بتقول ايه؟ لما تحب تجيب البارتيكولر برضو واحد على الاوبريتور، يعني انت عامل انفرس اوبريتور وتحط جنبك الساين او الكوزاين حسب مين اللي ظهر معاك في المساله. المره دي التعامل بقى في المساله عامل ازاي؟ بخلاف الاي، هو انت الاي كنت بتعمل ايه؟ كنت بشيل كل دي واحط مكانها معامل الاس بتاع الاي، بينما وانا شغال بقى مع الساين او الكوزاين هشيل كل دي تربيع واحط مكانها ناقص كي تربيع. بالعربي، شيل كل دي تربيع وحط مكانها ناقص مربع معامل الزاويه، ناقص مربع معامل الزاويه. خد الزاويه اللي جوه ربعها واضرب في سالب، يبقى ده القيمه بتاعت الدي تربيع. والملحوظه المهمه جدا 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 ان حضرتك بتبدل كل دي تربيع، مش الدي، كل ايه؟ دي تربيع. طب ولو انا قابلتني الدي هقول لك عليها بعدين. طب لو قابلتني دي تكعيب، يعني تاني، انت دلوقتي الاحتمالات اللي معاك يا يظهر معاك الدي، يا يظهر معاك الدي تربيع، دي تكعيب، دي اس 4 وانت طالع. ماشي؟ القاعده بتقول ايه؟ هي بس انتقت او اختارت انها تشتغل مع الدي تربيع. طب الكلام الباقي ده ظروفه ايه؟ واحده واحده، سيبك من اللي قبل منها، خليك مع اللي تحت. بالنسبه للدي تكعيب سعادتك هتفكها دي في دي تربيع، الدي تربيع تتعامل معاها بالطريقه دي
والدي تسيبها لوحدها. يعني هتبقى كده الدي ماليش دعوه بيها، ومكان الدي تربيع ناقص كي تربيع. وبعد كده شوف هنتعامل معاها ازاي. طب بالنسبه لدي اس 4، دي عباره عن دي تربيع في دي تربيع، ودي سهله قوي. كل دي تربيع من دول يتحط مكانها، يبقى دي ناقص كي تربيع في ناقص كي تربيع، يبقى المحصله في الاخر كي اس 4. يبقى الدي تربيع يتحط مكانها ناقص كي تربيع، الدي اس 4 يتحط مكانها موجب كي اس 4 باعتبار انها ناقص كي تربيع في ناقص كي تربيع. طب والباقيين بقى الاس الفردي التعامل معاه ازاي؟ خليها دي مساله لوحدها. ماشي؟ تعال بس نبص على المساله السيمبل اللي قدامنا دي. بقول لك سولف المعادله دي، دي اس 4 ناقص 1 في الواي يساوي ساين 2 اكس. تعال نوصف المساله بسرعه. بدلاله الاوبريتور من الدرجه الرابعه، يبقى دي تعتبر مساله فورث اوردر، يبقى المعادله اللي قدامي دي شابتر 2. كونستانت كوفيشنت هنا كلها ارقام، نون هوموجينيوس، يبقى ده معناها ان حلنا مرحلتين، 4 واي سي كومبلمنتري سوليوشن، 4 واي بي بارتيكولر سوليوشن. يلا مع بعض نجيب تاني من الاول، بنراجع من بدايه الشابتر. نكتب مع بعض الكاركترستيك ايكويشن. الحمد لله الاوبريتور مكتوب، يبقى الكاركترستيك ام اس 4 ناقص 1 بيساوي 0. حلو. اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب جذور المعادله دي. دي بالتحليل ها تبقى ام تربيع ناقص 1 في ام تربيع زائد، تعتبر اكنك حللتها فرق بين مربعين. وبعد كده ام تربيع ناقص الواحد كمان مره فرق مربعين، يبقى ام ناقص واحد في، بينما دي مجموع مربعين ما اقدرش احللها فتفضل زي ما هي، ام تربيع زائد كام؟ زائد واحد. صعبه؟ يبقى فرق مربع، دي كانت فرق مربعين حللتها، طلعت واحده ما تتحللش والثانيه ترجع كمان مره تتحلل فرق مربعين. يطلع معايا بقى في الاخر ان الجذور بتاعه المعادله اخبارها ايه؟ ها؟ دي واحد، دي سالب واحد، طب ودي؟ صح كده، موجب او سالب اي عدد تخيلي الحقيقي بتاعه بصفر والقيمه التخيليه اللي جنب الاي بواحد. خلاص؟ يعني ايه زائد اي بي، الاي بالمقارنه بصفر والبي بتساوي واحد. بناء على الكلام ده يبقى المفروض شكل الواي سي هيبقى عبارة عن كوكتيل ما بين الحلول، واحد وسالب واحد مجموعة أرقام حقيقية مختلفة عن بعضها، موجب وسالب الآي مجموعة جذور مركبة أو تعتبر تخيلية نتيجة عدم وجود الجزء الحقيقي. وبناء عليه لما نجيب الحل ده ها سي واحد ها اي اس اكس ها اللي بعد من سي اتنين. تمام كده خلصنا الأول والتاني. طب بالنسبه للجزء التخيلي ده ما عنديش حقيقي، يبقى جزء الاي يبقى اللي موجود بعد كده ساين وكوزاين، يبقى السي اللي عليها الدور سي 3 كوزاين سي 4 ساين. طبعا ساين الاول كوزاين الاول ما تفرقش معايا. الزوايا بقى اللي معايا العدد التخيلي هنا بكام؟ هو حد يقول لي اي معامل الاي، يبقى النتيجه معايا انها كوزاين اكس و ساين اكس. تقريبا المايك مش عايزنا كمل. خلاص كده انا جبت الواي سي بتاعتنا اهو، طلع كام حل او طلع كام حد من الحدود؟ ها واحد اثنين ثلاثة أربعة، نتيجة إن المعادلة بتاعتنا الكاركترستيك معادلة من الدرجة الرابعة، والمعادلة الأوردينري بتاعتنا كانت معادلة إيه؟ فورث أوردر. كل الكلام بيظبط بعض. تعال بقى للبارتيكولار سوليوشن. سريعا كده مع بعض، هل الطرف اليمين ينفع يتحل بطريقة الإنفرس؟ لأن الطرف اليمين إحدى الدوال إي وساين وبرينوميال. يبقى إذا دي ممكن أحلها. جميل، طريقة كتابته ايا كان طريقه الطرف اليمين طالما بينتمي لدول، دايما لما تيجي تكتب البارتيكولر دايما واحد على الاوبريتور مع الداله. اظن سهل قوي. ايا كان شكل ما
معاك اي معاك ساين. حتى لما نيجي للبولينوميال شكل الكتابه بتاعت البارتيكولر كده، واحد على الاوبريتور ايا كانت صورته في الداله اللي معاك اي ساين كوساين بولينوميال ايا كانت. طب الاوبريتور اللي معايا بكام؟ او مكتوب من الاصل اللي هو دي اس 4 ناقص 1. السؤال الاول، واحد، تفتكر حضرتك المقام ممكن يساوي صفر؟ ليه؟ لا ليه؟ انا لسه ما اتكلمتش على حاله الصفر برضه، بس انا بتكلم بشكل عام من المفهوم اللي قلته في الحاله اللي فاتت. هل الطرف اليمين بتاع المساله ظهر لك زي ما هو بنفس الزاويه في الواي سي؟ اي نعم، دي ساين ودي ساين، بس الزاويه هنا 2 اكس بينما الزاويه هنا يبقى مختلفين عن بعض. يبقى ده معناها ان الرايت هاند ساين ما ظهرش في المساله بتاعتي قبل كده، يبقى بالتاكيد المقام مش هيساوي صفر. متفقين؟ طب بص كده قبل ما اكمل حل، لو المساله كده كده من قبل حتى ما اكمل وادور وهوريك برضه هتحصل الكلام ده ازاي. هنا دي ساين اكس ظهرت قبل كده ولا لا؟ يبقى بالتاكيد المقام بتاعي هيطلع بصفر. ده من قبل ما اعمل. خلاص؟ فبالتالي حتى لو انت مش عايز تعوض وتريح دماغك هتعملها وتتخطى الموضوع وتشوف انت تعمل ايه في المساله. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ اهو ارجع لمسالتي كمان مره. بما ان دي ما ظهرتش قبل كده يبقى انا مطمن اطمئنان كامل ان المساله اللي موجوده معايا مش هيحصل فيها ابدا المقام بصفر. طب تعالوا نتاكد. نتاكد. هي دي اس 4 التعامل معاها ازاي اذا كانت القاعده بتقول عوض بس عن كل دي تربيع؟ بسيطه، قلت لك ان دي تربيع دي اس 4 ما هي الا دي تربيع في دي تربيع، والقانون بيقول شيل كل دي تربيع وحط ناقص مربع معامل الزاويه. الزاويه باتنين، ربعها باربعه، اديها اشاره، يبقى هشيل كل دي تربيع واحط مكانها سالب اربعه. خلاص؟ حد هيقول لي هو ينفع الدي تربيع تساوي سالب اربعه؟ دي مالهاش دعوه. يعني ما اقدرش، انا عارف ان دايما القيمه المربعه دي دايما بتكون قيمه موجبه. لا، انت مجرد بتعمل عمليه استبدال لان الاصل من ده تفاضل، فما تشغلش بالك بالموضوع. يبقى انت شيل كل دي تربيع من المقام وحط مكانها سالب أربعة، وبناء على الكلام ده دي هتبقى دي تربيع في دي تربيع، يعني سالب أربعة في سالب أربعة تساوي 16. 16 ناقص واحد 15. يبقى ده معناها ان النتيجة النهائية هي 1 على 15 ساين 2 اكس. ادي ده البارتيكولر سوليوشن بتاع المساله. ماشي كده؟ يبقى كل اللي انت عملته، هديك بس كده حبه احتمالات هنختم بيه. كل اللي انت عملته دلوقتي انك عملت شلت الدي اس 4 وخليتها دي تربيع، حطيت مكانها ناقص 4 وطلعت الناتج بتاع المساله. ملحوظه بسيطه جدا. سيبك بقى من الكومبلمنتري سوليوشن بتاع المساله ده. نفترض طبعا اجمع ده زائد ده جبنا الحل عام. افتراضات بسيطه كده في كلمه ونص. نفترض وانت جاي تشتغل على البارتيكولر سوليوشن كان الشكل كده، 1 على دي اس 4 زائد 2 دي تربيع زائد 1 ساين 3 اكس، او حتى بلاش ساين اهو كوزاين 3 اكس. الكوزاين اللي موجودة معايا دي هتخليني أشيل كل دي تربيع وأحط مكانها ناقص 9. الحمد لله الديهات اللي موجودة معايا في المقام دي تربيع ومضاعفاتها، وبناء عليها طبعا أنا ما كنتش عارف الواي سي بتاع المسألة بكام، فأنا ما أقدرش أقول هيديني مقام بصفر ولا لا. تعال نشوف الدي أس 4 ما هو إلا دي تربيع في دي تربيع، يعني ناقص 9 في ناقص 9 بكم؟ ب 81. بعد كده زائد 2 دي تربيع يعني ناقص 18 زائد كام؟ بس في كوزاين 3 اكس
ادي هو ده البارتيكولار سوليوشن. خلاص، يبقى لو المقام بتاعك كله من مضاعفات دي تربيع، الدنيا زي الفل، ماشي كده. دي حاله. الحاله الثانيه اللي هقفل لك بيها ونخلي الاصعب ان شاء الله المحاضره بتاعت الاسبوع الجاي، ايه اللي يحصل بقى لو مسالتك كده؟ واحد على دي اس 4 ناقص الواحد في ساين اكس، ده بافتراض ان الواي سي هو ده. كده انت متاكد ان المقام هيدي لك صفر. طب جرب كده حتى لو انت مش فاكر، شيل الدي تربيع وحط مكانها ناقص واحد. طب ما دي عباره عن دي تربيع في دي تربيع، يعني ناقص واحد في ناقص واحد بواحد، واحد ناقص واحد بصفر. حلو، هو انا هخترع لها قاعده جديده؟ لا، هو القانون بيقول ايه؟ اول لما تلاقي المقام بصفر اديها اكس فوق والفاضل تحت، ماشي كده. يبقى هعمل ايه؟ اديها اكس فوق وفاضل المقام. ركز معايا بعد اذنك دقيقه واحده. يبقى البارتيكولر الجديد هيبقى كده، اكس ساين اكس على، تعال لي كده يا حلو، المقام بتاعك لما نفضله ها 4 ها 4 دي تكعيب. حلو، دي كده المساله الجديده. اقوم راجع تاني، هو القانون بيقول ايه؟ ان انا هشيل كل دي تربيع اهو واحط مكانها ناقص واحد. طب دي دلوقتي مش الدي تربيع ولا دي اس 4، ده دي عباره عن دي تكعيب. اللي ممكن اكتبها كده، ما عملتش حاجه. وبعدين بالنسبه للدي تربيع امرها معروف، هشيل كل دي تربيع واحط مكانها، ركز معايا بعد اذنك اهي، يبقى انا هشيل الدي تربيع بس وماليش دعوه بدي، فتبقى بناقص واحد في 4 يبقى اكس على ناقص 4. وباقي لي مين في المقام؟ خد بالك بقى من المفاجأة دي. دلوقتي بعد ما قعدت صفيت الدي اللي كان الأس بتاعها كبير، في الآخر قفلت معايا على إن اللي موجودة دي هي مين؟ دي. حلو، واحد على دي دلوقتي اتصرف معاها ازاي؟ اتصرف معاها ازاي؟ سهل قوي، هي الدي لوحدها معناها ايه؟ معنى الاوبريتور الدي كابيتال. لا، الدي لوحده من غير الواي. ايوه، دي باي دي اكس، يعني بالعربي تفاضل. يبقى واحد على دي يديني بس. يبقى اذا كانت الدي وهي موجوده في البسط بتاعني تفاضل، دي تربيع بتاعني تفاضل مرتين، دي تكعيب بتاعني تفاضل ثلاث مرات، يبقى واحد على دي معناها تكامل. يبقى بالتالي كل اللي باقي لك دلوقتي انك انت تكامل مين؟ طب وتكامل الساين ها سالب كوزين، يبقى النتيجة السالب بتاع ده مع السالب يبقى اكس على 4 كوزين ايه؟ كوزين اكس. معلش ملحوظة صغيرة عايز اقفل لك بيها، حد يعرف يشغل دماغه، معلش شغل دماغك وتقدر تحلها بطريقة أحلى؟ قول. ها حد يفكر يعمل حاجه صغيره؟ توسطها لك. هو انت بتدور على ايه؟ انت بتدور على ايه عشان تعوض عنه؟ ها
الدي تربيع مش كده؟ طب انا المقام معايا مين؟ دي. وانا عايز مين؟ ايوه بقى، يعني ممكن دلوقتي بدل ما اعتبر ان الواحد على دي عباره عن تكامل، انا ممكن اعمل حاجه صغيره قوي، اقوم جاي على ده هي كده واقوم ضارب البسط والمقام في دي، يبقى سعيد دي تربيع. الدي تربيع اللي في المقام عوض عنها عين ناس واحد.